كما تابعتم معنا اليوم، قرر حزب العدالة والتنمية بمجلس جامعة الرباط تنظيم ندوة صحفية لإحاطة الرأي العام بالمجريات ديال الدورة ديال ماي لسنة 2023، واللي تميز السياق السياسي ديالها بواحد التشنج كبير نتيجة تضافر واحد المجموعة ديال العوامل اللي كانت سابقة للدورة. أول شيء هو استمرار النزاعات ما بين الأعضاء ديال الأغلبية المسيرة، بل بين أعضاء نفس الحزب الذي يترأس مجلس الجامعة. ثم ثانيا تواصل التداعيات ديال الخلاف اللي ظهر للعلن بشكل كبير منذ مدة بين رئيسة الجامعة وبين رئيس مقاطعة حسان، وبطبيعة الحال كيأثر على الخدمات ديال القرب في المقاطعة. وكما تابع الرأي العام كان واحد التوقف ديال واحد المجموعة ديال الخدمات ديال القرب، والقضية ديال منع الولوج إلى ملاعب القرب خلال الدوريات ديال رمضان، وكان قضية ديال إغلاق ديال دار الشباب بالمحيط، ومجموعة ديال القضايا الأخرى نتيجة هذا الخلاف هذا. ثم كذلك لاحظنا بشكل كبير للأسف واحد الاحتقان عن طريق القرارات الإنفرادية ديال السيدة الرئيسة، واللي كتهم الفاعلين الاقتصاديين، ومنهم على سبيل الذكر للحصر هو الأرباب ديال المقاهي ديال المدينة، ومن قبل منهم أصحاب ديال التاكسيات، واللي كيفكروا دابا جديا باش أنهم غينظموا واحد الإضراب عام. ثم كذلك تواصلت واحد التشنج ما بين السيدة الرئيسة وبعض الفاعلين الجمعويين والرياضيين حول الطريقة ديال التدبير ديال مرافق القرب، وهذا الشيء كله شفناه في بعض المواقع ديال التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية. ثم كذلك مازال التداعيات ديال التشنج ما بين الموظفين والممثلين ديالهم والسيدة الرئيسة، ولاحظنا بأن كانت واحد الوقفة احتجاجية كانت أمام المقر ديال الجماعة، وكان طلبوا من السيدة الرئيسة من هذا المنبر لا بد من الانفتاح على النقابات الممثلة للموظفين باش يسود السلم الاجتماعي وتكون واحد الأجواء كتساعد على العمل من داخل الجماعة. ثم الجانب السادس وفي حقيقة اللي كان كبير هذا، شفنا واحد الأجواء ديال القلق عند عموم ديال الرباطيين بعد ظهور عودة الصابون من جديد، بعدما أكدت المحكمة سابقا بأن هذا الإجراء هذا هو غير قانوني. في ظل هذه الأجواء حزب ديال العدالة والتنمية أصدر واحد جوج ديال البلاغات قبل من الدورة. البلاغ الأولاني اللي كيرفض فيه القضية ديال عودة الصابو إلى شوارع الرباط، ثم القضية الثانية كيخبر الرأي العام باللجوء ديالو إلى القضاء للرفض ديالو ديال المسألة ديال التسقيف ديال الأسئلة الكتابية، والرفض ديالو ديال المنع ديال التصوير أثناء الجلسة العمومية. بطبيعة الحال أن حزب العدالة والتنمية في ظل هذه الظروف اللي كاينة دابا حاليا قرر المقاطعة ديال الجلسة الثانية اللي كتهم هذا الموضوع ديال التسقيف ديال الأسئلة الكتابية. الموقف ديال الفريق أثناء الدورة هي أن بعد ساعة بعد المرور ديال التوقيت المحدد للدورة وما اكتملش النصاب القانوني، قرر الفريق ديال العدالة والتنمية باش ما غيشاركش في هذه المسرحية ديال التصويت على أغلب ديال النقاط ديال جدول العمل. حنا كان عندنا تقريبا 16 نقطة، بطبيعة الحال كل فريق يكون عنده في حدود دقيقة إلى دقيقتين باش يمكن له يفصل في هذه المواضيع. عدو كما تابعتوا من خلال هذه الجلسة اليوم نقطة وحدة بقينا فيها أكثر من ساعة باش نفصلوا فيها، نحتاجوا إلى نقاش سياسي عميق حول الخدمات ديال القرب وحول الاستراتيجية ديال العمل ديال الجامعة، لأن هذا شأن كيهم العاصمة ديال المملكة، راه ماشي جماعة عادية، جماعة تحتاج إلى نقاش مسؤول، ونحيدوا هذه الأجواء ديال التوتر، وحنا كنرفضوا البلطجة اللي شفناها أثناء الدور. طيب على كل حال اليوم الندوة الصحفية ديال فريق العدالة والتنمية في جامعة الرباط كانت بالأساس لتسليط الضوء على المجموعة ديال المعطيات اللي مرتبطة بالدورة الأخيرة ديال المجلس ديال ماي. ركزنا فيها بزاف على ثلاثة ديال النقط أساسية، بلغنا الناس بالمعطيات ديال الدعوة القضائية، نأكد بأن فريق العدالة والتنمية تفرد بأنه يدير جوج دعاوى، وحدة مرتبطة بإيقاف تنفيذ القرارات المقررات عفوا ديال المجلس، وطبعا كاينة دعوة ثانية اللي هي مرتبطة بالإبطال ديال المقررات. الحاجة الثانية اللي تكلمنا فيها هو اللي اعتبرناه خروقات، ورحنا عددنا واحد سبعة الخروقات، كاين خروقات كثيرة. مرة أخرى مني كنتكلموا على الخروقات ديال القانون، فلأنه المدبر المسير للجامعة اللي كيدير خرق ديال القانون هذا كيعني بأنه داكشي الآخر غادي يجي عادي وبسيط، ولذا كنشوفوا واحد العدد ديال الأخطاء. وكنعاودوا النادي والسيدة الرئيسة المحترمة والفريق المسير ديالها ينتبهوا للقانون، راه فوق الجميع، راه يعني هادشي ما فيش نقاش وما فيش مزايدات. المسألة الثالثة والتي آلمتنا كثيرا هو ما يتعلق بالبرمجة ديال الفائض الذي أعلنته السيدة الرئيسة. خليني نقول لكم بأنه في فبراير كانت قالت السيدة الرئيسة في دورة المجلس بلي الفائض الحقيقي هو 100 مليون ديال الدرهم، بمعنى 10 مليار ديال الدرهم. جات في الدورة
الدوره دمك كتعطي فائده ديال 69 مليون و 885 الف 504 ديال الدراهم اللي كتطلب البرمجه ديالو. اول سؤال فين مشات 30 مليون ديال الدرهم بين تصريح فبراير وبين تصريح ديال ماي؟ هذه راه درهم الناس يتناقشوا عليها، ماشي 100 درهم و200 ولا 30 مليون ديال الدرهم ديال 3 سنتيم. هذا كيطرح المصداقيه الكلام اللي كيقولوا الانسان اللي هو مسلم. ثم في الاستعمارات ديالك كاين اشكالات حقيقيه، بينا بلي داكشي اللي تلغى في شهر جوج باش نديوه للمقبره الكبيره للرباط رجعنا عاوتاني كنبرمجوه الان. لغينا داك الوقت 59 مليون سنتيم في الدراسه، جبنا دابا 150 مليون سنتيم. لغينا داك الوقت 34 مليون سنتيم في مرتبط بالرسوم على تسجيل العقارات، اليوم كنجيبوا يعني 2 مليار ديال السنتيم. اضافه الى ان الاشكال الحقيقي ما كاينش وثائق، الناس الصوتات ما عارفاش علاش كنتكلموا، وهذه من الاشكالات ديال التدبير ديال هذه الدوره. وطبعا كاين كثير من الاشياء وكل حاجه راه نفسنا مره اخرى. الندوه الصحفيه كانت باش يمكننا نعطيو معطيات مدققه بالنسبه للعموم المواطنين عن طريق الاخوان والاخوات رجال ونساء ديال الاعلام باش نوضحوا المواقف ديالنا. وطبعا نعاود نقولوها، المجلس اللي ما كانتش عندنا وقت نتكلموا باريحيه راه كاين فضاءات اخرى، في نهايه المطاف نحن مساءلون على هذه المدينه اللي هي كتشكل عاصمه المملكه المغربيه ديال جلاله الملك محمد السادس حفظه الله. فاذا غنبقاو على منهج ديالنا ديال التدافع الحضاري ديال النقاش بالذي لا نملك. الامور الاخرى مما عشناه ومما يعاش في هذا المجلس لا نعرف له سبيلا. شكرا جزيلا. حزب العدالة والتنمية كما يعلم الجميع في موقع المعارضة في مجلس جماعة الرباط وكذلك في مجالس المقاطعات. فمنذ البداية تبنينا خط واضح ومعلن أننا سننهج المعارضة البناءة والهادفة في جماعة الرباط. فكانت لنا سنة حميدة وهي إخراج كل بلاغ في آخر كل دورة نتحدث فيه عن النقاط المدرجة في جدول الأعمال وكذلك عن الخروقات ومسائل أخرى، لكن تفاجأنا بحجم الخروقات الكثيرة منذ البداية والارتجالية وانعدام الرؤية بكثرة الدورات الاستثنائية منذ البداية حتى وصلنا إلى دورة فبراير حيث برمجت نقطتان وهي تعديل النظام الداخلي لمادتين من مواد النظام الداخلي ضدا على المقتضيات الدستورية وضدا على مقتضيات القانون التنظيمي. فآنذاك لجأنا إلى المؤسسة، مؤسسة القضاء، لأننا في دولة المؤسسات، فلجأنا إلى القضاء لإيقاف هذا العبث وننتظر أن يقول القضاء كلمته. ثم أتينا إلى الدورة العادية لشهر ماي فوجدنا بأن هناك جملة من الخروقات القانونية لا تعد وبرمجة فائض أقل شيء نقول أنه مهزلة في طريقة برمجته، في النقاط، في طريقة إدراجه، في انعدام الملفات حول المصاريف التي ستصرف فيها هذه المبالغ المدرجة في الفائض، وحتى فيها أكذوبة أن مدينة الرباط حققت الفائض لأول مرة منذ 10 سنوات، ونحن نعلم أن هذا المجلس الموقر جماعة الرباط كان له فائض في الفترة الانتدابية السابقة في عهد السيد العمدة صديقي وكذلك في عهد الأستاذ والعلو قبله. فنظرا لكثرة الملاحظات وكثرة الخروقات لم يسعنا البلاغ الصحفي، فارتأينا أن نلجأ إلى ندوة صحفية لنبسط فيها كل هذه الخروقات.